روسيا تشهد الهجوم الأكثر عنفاً منذ مارس الماضي، هذه المرة في داغستان. مجهولون هجموا دور عبادة مسيحية ويهودية ومركزاً لشرطة المرور في مدينتي دربند ومحج قلعة. غالبية القتلى كانت من رجال الشرطة، ما لا يقل عن 15 عنصراً من الشرطة. اليوم أعلنت وزارة الصحة في داغستان ارتفاع الحصيلة إلى 20 قتيلاً وإلى 46 مصاباً. لم تتبنى أي جهة المسؤولية عن الهجمات، إلا أن رئيس داغستان سيرغي ميليكوف ألقى اللوم على أعضاء خلايا نائمة موجهة من الخارج دون تقديم تفاصيل. وعادة ما تتهم موسكو الجماعات المسلحة أو حتى أوكرانيا بتنفيذ بعض الهجمات على أراضيها. نشير هنا مثلا إلى هجوم كروكوس سيتي هول للحفلات الذي نجم عنه مقتل 144 قتيلا. المتهم حينها جهات خاصة أوكرانية، رغم تبني داعش خراسان للهجوم والقبض على 4 مهاجمين وعدد من المشتبه بهم وجميعهم من طاجكستان. اليوم قلل المتحدث باسم الكرملين من مخاوف العودة إلى اضطرابات بداية القرن الحالي كما كان يحدث في الشيشان وداغستان. ديمتري باسكوف اعتبر أن روسيا أصبحت مختلفة تماما الآن مع مجتمع موحد ورافض للمظاهر الإرهابية على حد قوله. هجمات داغستان، من يقف وراءها؟ بانتظار التحقيقات، هل هي مرتبطة فعلا بخلايا نائمة؟ وهل تصح المخاوف من عودة داعش أو من عودة بعض فروعه ليطفو التنظيم على السطح مجددا سواء في روسيا أو في غيرها؟ نحييكم إلى ساعة حوار. نرحب بضيوفنا في الاستوديو دكتور باسل حجاسم الكاتب والباحث في العلاقات الروسية الأوروبية والقوقاز. أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة. عبد الجليل مسعي الصحفي في قناة العربية، أهلا وسهلا بك عبد الجليل. ومسعود الفك المتخصص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار، أهلا وسهلا بك أستاذ مسعود. أبدأ معك دكتور، وماذا يمكن أن نقول في حيثيات الهجوم لجهة المكان، الزمان، الجهة المستهدفة، الأدوات المستخدمة والمحصلة؟ في الواقع علينا النظر في الدوافع والتأثير. الدوافع حتى الآن لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن هذه العمليات، إلا أن الشبهات تحوم حول تنظيمات مسلحة محلية. وعند الحديث عن هجمات في شمال القوقاز الروسي، علينا التمييز بين جماعات متطرفة محلية داخلية وجماعات متطرفة خارجية دولية. والملاحظ أن هذه الهجمات تختلف عن كل الهجمات السابقة من حيث التنسيق والحجم، وهكذا وصفت بالمنسقة. بالضبط، الواضح أن هناك تنسيق. ما بس تنسيق شو نوعه؟ داخلي فقط أو خارجي أيضا؟ ماذا يعني داعش عندما يقول إخوة لنا في القوقاز دون أن يتبنى ذلك صراحة؟ يعني في الواقع أنا أكتب عن هذه الدول منذ العام 1998، لكن بدون توفر معلومات محددة لا يمكن الجزم من يقف أو حيثيات هذا الموضوع. لكن هناك العديد من التنظيمات المتطرفة المحلية، لذلك أنا قلت علينا التمييز بين تطرف محلي وتطرف دولي. يعني إذا ما أردت أن أسرد لك منذ العام ما بعد العام 1999، أو بمعنى أدق بعد حرب الشيشان الأولى التي اتسمت لاحقا طابع إسلامي متطرف وأخذت بالاتساع نحو داغستان، هناك عمليا كل سنة على الأقل هجمتين داخل داغستان لمقار أمنية، لمسؤولين سياسيين إداريين. يعني يمكن أن أربط ذلك ببساطة بالنزعة الانفصالية؟ ممكن هذا الشيء بسبب جذور يعني الهجمات هناك، خصوصا التطرف المحلي له
خلفيات معقدة. طيب برجع لك تنتابع أكثر بهذه التفاصيل، بس عبد الجليل، يعني بعيدا عن غزة، بعيدا عن سوريا، بعيدا عن كل الأسباب الأخرى، هل توافق أنه يمكن ربطها بالنزعة الانفصالية الموجودة داخليا، ولو أنه التصريحات الرسمية الروسية عم بتقول أنه المجتمع انصهر ولم يعد وجود لذلك؟ تماما، من الصعب القول أن المجتمع انصهر 100%. تعرف بأنه هذه الضربة جاءت في المكان الذي يوجع روسيا فعلا، هو المكان الذي بالفعل روسيا الآن تسيطر بعد الحرب الشيشانية الثانية. حقيقة أن الشيشان الآن أصبح تحت السيطرة أكثر حتى من داغستان المجاور الذي حدثت فيه العمليات الأخيرة. لكن مثل ما قال الأستاذ، لم تتوقف العمليات في هذه المنطقة من روسيا منذ الحرب الشيشانية الثانية. بالفعل لن نتحدث عنها كثيرا، أو ربما هي منطقة مهملة أو صراع نائم، نظرا لأنه بالنسبة للمجتمع الروسي من ينفذ العمليات هم سكان محليين مواطنين روس من داغستان، والذين يموتون عادة أو الضحايا هم سكان داغستان أو من سكان، لو نشوف قائمة الشرطة الذين قتلوا هم كلهم أسماءهم من داغستان، يعني قليل جدا ما عدا ربما الكاهن الروسي الذي قتل، ربما شرطي أو اثنين. يعني المسلمون هم الضحايا، هم الضحايا في هذا الهجوم 100%. لكن تعرف بأنه إضافة إلى الديانات الأخرى طبعا، يعني بطبيعة الحال، ولكن النسبة نتحدث عن نسبة الضحايا، لأنه أنت تعرف أن التقسيم الإداري الروسي معقد بعض الشيء، فهناك بعض الأقاليم وهناك مناطق حكم ذاتي وهناك جمهوريات داخلية. الشيشان والداغستان يتمتعون بطابع جمهوريات شبه مستقلة داخل الكيان الروسي، وبالتالي الشرطة هم محليين، الحرس الوطني هم محليين، شاهدنا قديروف كان لديه جيشه الخاص رغم أنه ينتمي بالضرورة إلى الحرس الروسي. أذكر أيضا كنقطة أخيرة، يوم ما أقامت روسيا الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي على بعد 200 كيلومتر من موقع الحادثة، كان هناك هجمة دولية أو تحذير دولي من أن المنطقة غير آمنة، واعتبر القيام بألعاب أولمبية في جبال القوقاز يعتبر مغامرة بحكم أن هذه الخلايا لازالت موجودة، ومن حين لآخر تستغل الضعف الأمني أو الوقت المناسب وتقوم بعمليات متفرقة هنا هناك. نعم أستاذ مسعود، كما قال زميلنا عبد الجليل أنه هذه بالنسبة إلى البعض في العالم منطقة مهملة، يعني ليست الإضاءة عليها بشكل الكافي دوما، ولكن اكتشفنا بعد هذا الهجوم أنه هي منطقة مهمة للغاية، ليس فقط لروسيا إنما العالم في التاريخ. نتحدث عن أقدم المناطق المأهولة في العالم، عن الطوائف اليهودية التي كانت تعيش هناك منذ قديم الزمان، وعن الأهمية الاستراتيجية لروسيا تحديدا، روسيا المركز لموسكو فيما يتعلق بامتدادها وانتشارها. ماذا يمكن أن نقول في هذا السياق؟ نحن نعرف القوقاز وخاصة داغستان خضعت للهجوم، للسيطرة الروسية في بداية القرن 19، وكانت حديثة الانضمام إلى روسيا مقارنة بكثير من الجمهوريات المسلمة الأخرى التي كانت في القرن 18 أو نهايات القرن 18 ضمتها روسيا القيصرية إلى أراضيها. وبقي الشيشان يحاربون الانضمام، وكان القائد المعروف شامل عبد العزيز الذي وقف بوجه الروس هو ومعلمه قاضي محمد، ولكن الطريف بأنهم كانوا ينتموا إلى الإسلام الصوفي، إلى الصوفية النقشبندية، لذا في الداخل كانوا متسامحين مع المجتمع الداغستاني، ولكن كانوا يمارسون الجهاد دفاعا عن أرضهم التي كانت أرض مستقلة. إلى درجة كانت هذه الأرض مستقلة عندما أرادوا الروس في بدايات القرن 19 يخاطبوا الجمهور في داغستان، اضطروا أن يخاطبوهم باللغة العربية وأصدروا مجلة جريدة داغستان باللغة العربية، لأن النخب الداغستانية كانت تواصل بينها لم تكن باللغة الروسية، لأن اللغة الروسية غير منتشرة، ولكن اللغة العربية هي كانت لغة المخاطبة والتواصل بين الداغستانيين. لذا جريدة داغستان صدرت باللغة العربية لأول مرة لمخاطبة الداغستانيين. لماذا اللغة العربية سادت؟ لأن هناك عدة شعوب أو عدة قوميات وإثنيات في داخل داغستان. نعم. الأوار هما الأغلبية، ولكن هذه الأغلبية لا تتجاوز حوالي 38%. نعم. الباقي هم عدة أقاليم مختلفة. هذا الأمر بمرور الزمن تحولت هذه النزعة القومية مع ظهور الإسلام السياسي إلى الإسلام السياسي، والإسلام السياسي في الواقع خطف
هذه النزعة، نزعة الاستقلال ونزعة الحفاظ على الهوية وما شابه ذلك، وتحول أداة بيد الإسلام السياسي في القوقاز. لذا أعلن في سنة 2007 وهو الزعيم الشيشاني عمروف أعلن ولاية القوقاز الإسلامية. هذه الولاية ما كان هدفها، هدفها لم يكن محصورا فقط في الشيشان، بل إن تجاوزت الشيشان ودعا إلى انضمام سائر الأقاليم المسلمة في شمال القوقاز. هذه هي كانت بداية للتحول من المطالب القومية إلى الإسلام السياسي. عنده تعليق، معلش تفضل. هذه الولاية تمتد بين البحر الأسود وبحر قزوين. طبعا هنا لابد من الإشارة أن مطالب الشيشان قبل اشتعال أو مع اشتعال الحرب الأولى لم تكن استقلال أو ترفع شعارات إسلامية، كانت المطالبة بمزايا سياسية اقتصادية اجتماعية. أيضا بالإضافة لما ذكره بخصوص دوما كان الإسلام الصوفي للشيشان على النقيض وفي مواجهة متكررة مع الروس، إلا أن جاء قديروف الأب، وهذه قد تكون المرة الأولى في التاريخ الذي تحدث مصالحة مع الروس. من بين أسباب كثيرة، موضوع أولا خشية قديروف الأب على الشيشان كعرقية عددهم قليل والمستقبل لم يكن هناك يقين، بالإضافة طبعا لمطامح شخصية، وأيضا خشيته من الإسلام الجديد أو الإسلام السياسي الذي دخل على المنطقة. هنا تجربة المصالحات، عندما استطاع الروس شق الصف الشيشاني أيضا حاولوا نقلها إلى سوريا، وهذا ليس تحليل ذكره لي الجنرال ألكسندر زورين الذي قاد عملية المصالحات في الجنوب السوري بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد فصائل الجنوب في عمان. قال نحن لدينا خبرة طويلة وتجربة كبيرة في محاربة هذه التنظيمات بعد حربي الشيشان الأولى والثانية، قدمنا النصيحة والمشورة لدمشق لاتباع نفس الأسلوب لتتعامل الحكومة مع من خرجوا عليها كأبنائها. تمام. أيضا هنا لابد من الإشارة أنه لا تتوفر حاضنة شعبية كبيرة للتطرف في سواء داغستان أو الشيشان. هذا اللي كنت بدي أسأل عنه، يعني الشعب ماذا يريد، ماذا يقول، ماذا يتبنى من أفكار، من معتقدات، لا تتوفر. بالتأكيد لو توفرت لما شهدنا هذا الاستقرار التام في الشيشان، وداغستان لا تحولت إلى ساحة حرب. تمام. عبد الجليل، بطبيعة الحال القوقاز الذي لا يزال تابعا لأراضي الاتحاد الروسي، لأن القوقاز في مفهومه العام أكبر وفي دول مستقلة، إذا تحدثنا عن القوقاز هو فسيفساء غير متجانسة. الحديث عن الشيشان مختلف تماما عن الحديث عن داغستان. تعرف بأنه داغستان عدد سكانهم هما 4 مرات إلى 5 مرات من عدد سكان الشيشان. الشيشان لم يبقى فيها إلا 500,000 نسمة، الشيشان كلها غالبيتهم يعيشون في العاصمة غروزني. الكثير من الشيشانيين بطبيعة الحال هاجروا، أو خاصة معارضي قديروف اختاروا بعد الحرب اللجوء إلى دول أوروبية. الآن داغستان ليست غالبية مطلقة مثل ما قال الأستاذ مسعود، ليست هناك غالبية مطلقة للعنصر الأذربيجاني مثلا اللي هو على الحدود مع إقليم داغستان أو حتى مع السكان المحليين وحتى مع الروس. هناك روس تواجد في مدينة صغيرة، مدينة دوربنت التي نتحدث عنها هي العاصمة التاريخية لداغستان، 130,000 نسمة، وهي في أقصى منطقة جنوب روسيا، أقصى مدينة جنوب روسيا، فيها كنيسة وفيها كنيس، فيها كنيس وفيها كنيسة وفيها كذلك مساجد. هذا يعطي دليل آخر على الفسيفساء. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بعيدا عن القرون الماضية، داغستان لم يكن فيه تلك النزعة الاستقلالية مثل الشيشان. لاحظنا بأنه لم يتحرك مثل الشيشان، لم يقم بمقاومة منظمة قوية مثل الذي قام به.
حتى أنه يبدو أنه سبب في الحرب الثانية هو الشيشان حاولوا ضم داغستان أو الزحف نحو داغستان وإعلان الوحدة بينهم. إذن هذه المنطقة تعتبر أكثر تسامحا بالنسبة للروس مقارنة بالشيشان مثلا. نعم نقطة مهمة، خلينا نشوف نقطة كما أنها أخرى. عزلت فضل. كما أنها عزلت على مناطق البحر الأسود، هناك إقليم مينيرال نيفودي وأيضا إقليم كراسنادار وأيضا أبخازيا وجورجيا، وبالتالي لم يعد هذه الأقليات التي تشكل المسلمة لديها إطلالة على البحر الأسود بشكل تشكل فيه ثقل في الأقاليم الأخرى. طبعا داغستان نحن نتحدث عن باختصار معلش بدي روح لان تنوع عرقي أكثر من 30 قومية وأكثر من 50 لغة، واليهود يهود الجبال كان لهم يطلق عليهم يهود الجبال. المعبد الذي تعرض للهجوم هو المعبد الوحيد المتبقي. تمام. قبل الثورة البلشفية كان لهم العديد من المعابد، وكانت مدينة ديربند محور لليهود وهم من أصول فارسية. يعني المشكلة مش مشكلة مسلمين وإسلام في روسيا، إنما مشكلة عديد من الأقليات والقوميات والأديان، مشاكل اجتماعية سياسية اقتصادية تاريخية جملة من وأيضا النوايا الروسية كحكم يعني كسلطة وكدولة للانتشار والامتداد والوصول دائما إلى محاولة الوصول إلى المياه الدافئة. تفضل. طبعا هذا التقسيم العرقي صحيح، ولكن نحن نتحدث عن عنصر جديد دخل على الساحة، العنصر الديني. العنصر الديني في قالب سياسي يتحول بمرور الزمن إلى قاسم أعظم مشترك يجمع هؤلاء الشعوب، إلى إذا تم إحياء البعد الديني ضمن هوية هؤلاء الشعوب. لذا في هذه الحالة لا نستطيع أن ننظر إليها كشعوب منقسمة. لو دخلت تحت مظلة هذا القاسم الأعظم المشترك سوف تشكل خطر على روسيا. روسيا قلقة بالنسبة للقوقاز. ما فهمت شو القاسم المشترك. أنا بلشت حدثتك تقول أن التنظيمات الإرهابية من الخارج ممكن تستقطب بعض من في الداخل كإسلاميين متطرفين. بإمكانها أن تستقطب أكبر عدد ممكن، لأن المسألة لم تكن مسألة قومية بعد، هناك مسألة تتجاوز القوميات. لذا بالنسبة للإسلام السياسي لا يهمه هذا التقسيم القومي، بل يهمه كيف يمكن التواصل مع هؤلاء بلغة خطاب مختلفة ليست لغة القومية. وهذه المنطقة بالنسبة لروسيا أهميتها كما أهميتها أولا منطقة استراتيجية، هي ضمن أحلام روسيا التاريخية القيصرية الوصول إلى المياه الدافئة. هذا هو المعبر المهم لوصول روسيا إلى المياه الدافئة. المياه الدافئة إما عبر إيران أو عبر تركيا. لكن هذا بحر مغلق أستاذ مسعود. لا لا بحر مغلق، يعني البحر الذي تطل عليه داغستان. هو لا يقصد البحر نفسه، ولكن أنا ما السيطرة أنا عن القوقاز على دول أخرى بعدها لكي تصل عبر إيران مثلا إلى القوقاز. القوقاز هو ممر مهم بالنسبة لروسيا. حتى تاريخيا نرى كثير من هذه الجمهوريات إما كانت ضمن تركيا العثمانية أو كانت ضمن إيران القاجارية، وفي حروب عدة ومعاهدتين مثلا الأتراك القاجاريين الذين كانوا يحكموا إيران فقدوا أذربيجان وفقدوا أرمينيا وفقدوا جورجيا، وحتى جنوب داغستان كانت ضمن الإمبراطورية القاجارية التركية الإيرانية التي تحكم في طهران. الآن الأمور وصلت إلى نقطة دقيقة وحساسة بالنسبة لروسيا، علاقاتها مع إيران عبر هذا الممر. رأينا الموقف الروسي في الحرب، حرب القوقاز. روسيا إلى درجة حاولت أن تلعب دور يمنع التصعيد في هذه المنطقة، أدى إلى استياء أرمينيا كحليف، ولأن هذه المنطقة مهمة لروسيا. لماذا؟ أهم من على بحر قزوين تشترك مع أذربيجان في النفط والغاز، هناك حقل غاز كبير 150 كيلومتر بعيد عن محج قلعة في بحر قزوين. هذا بالنسبة لروسيا مهم جدا. لذا أعتقد بأن الروس
يواجهون مشكلة دقيقة وحساسة في هذه المرحلة، ويحاولون بشتى الوسائل أن تعود المنطقة إلى الاستقرار والهدوء. ولكن يعني يجب أن نعيد وأن نذكر بأنه ديمتري باسكوف قال لقد تغيرت روسيا وتوطد المجتمع، ومثل هذه المظاهر الإرهابية لا تحظى بدعم المجتمع سواء في روسيا أو في داغستان. ولكن على وقع عديد العمليات الإرهابية التي وقعت على الأراضي الروسية في الفترة الماضية، وعلى وقع استمرار الحرب مع أوكرانيا، فبالتالي كيف يمكن أن نربط كل هذه العوامل ببعضها البعض؟ في الواقع ما يجري في أوكرانيا خيم أو غطى على الكثير من الأحداث، ليس فقط في الداخل الروسي إنما أيضا عالميا، فهناك ما تزال الكثير من المشاكل التي لم تحل، وروسيا لديها تجربة وخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات. كما قلت، ما حدث ليس جديد، والهجوم على مراكز عبادة أيضا ليس جديد. كل عام لدينا على الأقل هجمتين، من بينها كنائس و تعرض لرجال دين، لكن هذه الحادثة أثارت مخاوف بشأن ضعف الأمن الداخلي الروسي، بالتزامن مع الحرب على أوكرانيا وبالتزامن مع استمرار العمليات الإرهابية في الداخل، وهذا القلق مستمر. يعني الحرب بأوكرانيا هي عامل آخر موازي، بعد آخر أضافت للحادثة أيضا الحكومة. بس كان في تهم لدول يعني إقليمية في تلك المنطقة أو في العالم بالتورط أو بإمكانية محاولة اللعب على الوتر الحساس في الداخل الروسي لتأليب الرأي العام. شيء طبيعي، وأيضا تتعرض أيضا الحكومة لانتقادات بسبب تخصيص أو تحويل الموارد من مواجهة الإرهاب المتطرف المحلي إلى الحرب مع أوكرانيا، إلى قمع السياسة المعارضة السياسية، وهذا أحد أسباب عدم الرضا عن تصرفات محلية. قبل قليل تحدثنا أنه لا توجد حاضنة شعبية، لكن هناك عامل آخر موازي يعقد مهمة السلطات الأمنية، وهي العشائرية والقبلية. الناس تخاف عندما ينتمي بعض أفراد العائلات الكبرى لمثل هذه التنظيمات. شهدنا على سبيل المثال أمس أن هناك أبناء حاكم إحدى المناطق، ابن عمدة المدينة، صحيح، عمدة أحد المدن، ابنين، عندما ينتمون الخشية من الانتقام. ما زال موضوع الثأر منتشر بشكل كبير في مناطق، ويبدو هو عزل يعني في مناطق اعتقال بعد ما حصل. أذكر في العام 2000، بس في تفسير عام 2000، بس أنه يكونوا أولاده وأقرباءه، هو بطبيعة الحال كان عنده ابنين مشاركين وحفيد أيضا ينتموا لهذا الجماعة. هو كان ينوي الاستقالة مباشرة بعد العمليات، لكن تم إلقاء القبض عليه قبل. هو اعترف بأنه هو لا يتبنى هذا الفكر ولا يتبنى هذه الأفكار، ولكن أبنائه انزلقوا نحو التطرف تدريجيا. أنا أود التذكير بنقطة واحدة، هذه العمليات هم إما قام بها داعش أو جماعات مقربة من داعش، يعني في نهاية المطاف الفكر نفسه الذي نتحدث عنه. هذا الفكر ليس لديه حاضنة شعبية، ولا يمكن أن تكون له حاضنة شعبية في أي مكان في العالم. لا يمكن أن نتحدث على أن الاستياء من روسيا والاستياء من طبيعة الحكم في روسيا قد يؤدي بالناس إلى تبني هذه الجماعات أو دعمها أو الانسياق نحوها. هذا الناس فقط ضعفاء، مثل ما نعرف في كل حالات، ناس انجروا نحو الخطاب المتعصب وتم استغلالهم من صحيح. قادة بس أحداث العالم تستغل في هذا الإطار أيضا للقول بأنه السوريون، بأن السوريين مثلا السنة يقتلهم نظام علوي، بأنه يعني وفق مصطلحاتهم فيما يتعلق بغزة أيضا بأن اليهود يقتلون. ربما الحرب في غزة عندها تأثير أكبر على ما حصل البارحة أكثر من العمليات في أوكرانيا. لكن أود التنويه بنقطة واحدة، الهجمات أو التحديات من الهجوم على دور العبادة اليهودية في روسيا تصاعد بشكل رهيب منذ اندلاع الحرب في غزة. كذلك أنا أتذكر لما كنت في روسيا كل يوم تفتح الجريدة وتلاقي تفكيك جماعة إرهابية في داغستان، تفكيك جماعة إرهابية في القوقاز. لكن يبدو أنه لا يجب أن ننسى بأن هذه مناطق هي جمهوريات داخلية لديها نسبة عالية كبيرة جدا من حرية التدبير ومن الاستقلالية. يعني حاكم المنطقة لديه حرية القيام بعمليات الاعتقال، حتى أنها في بعض مثل الشيشان تقدم
قوانين مختلفة عن القوانين الروسية. لكن يبدو أن روسيا لتقوم بعملية مكافحة إرهاب أو عملية واسعة النطاق في القوقاز ستحتاج لسحب قوات من أوكرانيا، أو ستحتاج لتوفير موارد جديدة استخباراتية ومعلوماتية ربما تلهيها عن الحرب في أوكرانيا. وهنا التحدي، أو ربما هنا لهذا روسيا تتهم الجهات الخارجية بأنها تقدم مساعدات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة وأن روسيا تصر إلى اليوم بأن حرب شيشان الأولى والثانية تلقى فيها المتمردون الشيشانيون الكثير من المساعدة من الدول الغربية وأمريكا بوجه الخصوص. لتعزيز ما يوصف بالنزعة الانفصالية، هل باعتقادك هذا وارد أن يتفاقم الآن أستاذ مسعود، أو أنه الجبهة الداخلية الروسية تظل مضبوطة إلى حد بعيد؟ طبعا بلا شك روسيا دولة قوية، ورغم أنها فيدرالية ولكن السلطة السياسية شديدة المركزية، وهي تسيطر على جميع هذه الجمهوريات، وهذه الحريات التي تفضلت عنها هي حريات نسبية في النهاية، هذه في بعض المناطق طبعا نسبية ليست حريات مطلقة. في روسيا نحن نعرف مسألة الحريات في مجملها نسبية وليست مطلقة، وكيف بالنسبة لغير الروس؟ نحن نعرف روسيا النزعة القومية نمت في روسيا بعد الحرب العالمية الثانية وهجوم هتلر على روسيا. قبل ذلك عندما كتب قانون الاتحاد السوفيتي في فترة لينين، في واقع الأمر لو تم تطبيق قانون فترة لينين قد لم تنفصل الجمهوريات المسلمة التي انفصلت، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية وفترة ستالين أعطت حقنة قوية للنزعة الروسية التي كانت في حالة موت سريري، النزعة القومية الروسية، وهذا الأمر بقي مستمرا خلال الحكومات المتعاقبة داخل روسيا تجاه هذه الشعوب التي تختلف مع روسيا ليس فقط في الدين، في العقيدة، بل في القومية، في اللغة، في الجغرافيا، في كثير من الأمور. إحدى حظوظ روسيا التي هي لو نظرنا جدلا إليها كدولة استعمارية استعمرت الدول الأخرى، هذه الدول التي استعمرتها هي امتداد لجغرافيتها، ليست كبريطانيا عندما استعمرت الهند لم تستطع السيطرة على الهند فعادت إلى الجزيرة وانكفأت على نفسها، ولكن روسيا لديها ميزة من ناحية الاستعمارية. نحن نعرف روسيا هي في أوروبا، خارج أوروبا في آسيا هؤلاء ليسوا روس، ولكن الاستعمار القيصري ضم هذه الأراضي إلى أن وصلت قرب كوريا. وهنا ما بعرف قديش روسيا رسميا يعني توافق على كل هذا التمييز بين قوسين اللي حضرتك عم تعمله بين هذه الجمهوريات وبين روسيا كروسيا. بطبيعة الحال في روسيا الأمر يعتبر حساس فعلا مثل ما قال، هو الأمر حساس، لكن في نهاية المطاف لننظر للأمر بنظرة منطقية. تعرف بأن جمهوريات مثل الشيشان أو جمهوريات مثل داغستان تعاني من عجز اقتصادي رهيب. تعرف بأنه مثل ما تحدث الأستاذ قضية الحريات أو في أنظمة الحكم، روسيا لما قامت بالتقسيم الإداري الحديث تحدث عن تقسيم نظام لينين، نظام لينين أو الاشتراكيين لما جاءوا إلى روسيا أو الشيوعيين لما جاءوا إلى روسيا، ربما حسب الروس، حسب القوميين الروس الآن، هم الذين ارتكبوا أخطاء جعلت أوكرانيا تنفصل وبيلاروسيا تنفصل، لأنه بعد انهيار الإمبراطورية الروسية بسبب الثورة البولشوفية قام الشيوعيين لأنهم لم يكونوا قادرين على القيام بحرب في كل الدول من أجل ضمها مرة أخرى، قاموا باستدراج هذه الدول مقابل أن تحصل على استقلالها متى ما أرادت. إذن أعطوا مفتاح العودة لهذه الجمهوريات، هذا ما استغلته أوكرانيا وبيلاروسيا وأذربيجان، هذه الدول استقلت بسهولة كبيرة جدا. لكن بعدها حاولت روسيا تقديم نظام إداري مختلف تماما. كل المناطق التي يسكنها غالبية روس من أصل روسي هي أقاليم أو ولايات عادية، المناطق التي يكون فيها السكان ينتمون إلى قومية أخرى، دين مختلف أو لغة أخرى، فيتحصلت على طابع الجمهوريات مثل الشيشان، داغستان، كثير من المناطق، حتى بوراتا، المناطق التي تتارستان. يعني هناك ما يكفي كان من تميزها لكي تستقل من تميزها أكثر، حتى فيها بوذية، عندنا بوذية في روسيا، عندنا مسلمة مسيحية، عندنا حتى أنه في إقليم يهودي في روسيا. إذن هي قامت ثم الاستقلالية هذه المناطق أيضا الجمهوريات تختلف من منطقة إلى أخرى. الشيشان مثلا أكثرهم استقلالية، الأعياد الدينية المسلمة في الشيشان أعياد وطنية، قوانين في روسيا كثير من القوانين هي قوانين
توافق أو تتماشى مع الطابع الديني والثقافي. لكن نتيجة الحربين لا تنسى. نتيجة الحربين فرضوها يعني تمكنوا من فرضها. لا لا الشيشان حاربوا خلال الحربين وقفوا بقوة أمام روسيا. لكن الآن خاصة في فترة يلسن. لكن الآن 80% من الميزانية الشيشانية لا تقدر جمهورية الشيشان على توفيرها، فهي تحتاج دائما المساعدات المركزية الروسية. إذن بوتين لعب على وتر الأموال بعد نهاية الحرب في الشيشان وأيضا في داغستان من أجل استقطاب هذه القوميات والتسوية السلمية الاقتصادية معهم، على أساس أن البقاء مع روسيا أكثر ربحا لهذه الأقاليم من ذهب والنظر بعيدا. عندك تعليق؟ بدي أطلع على فاصل بس. في الواقع يعني نحن نتحدث عن أخطر مناطق الصراع الدولي وأكثرها تعقيدا. نحن نتحدث عن نقطة تلاقي ثلاث حضارات أو إمبراطوريات، تلاقي أو صدام الروسية الفارسية التركية. ومن الناحية الجيوسياسية القوقاز يشكل حزام أمني جنوبي لروسيا بأهمية أو بقدر أهمية الحزام الأمني الغربي، والذي نشهد الآن بوادر حرب عالمية بسبب عندما شعرت روسيا أن حزامها الأمني الغربي يتهدد. نفس القيمة من الناحية الجيوسياسية بالنسبة للقوقاز. بس هل هناك ما يثبت أي تدخلات أو محاولات أجنبية لزعزعة أمن واستقرار هذه المنطقة تحديدا؟ حتى الآن إلا إذا كان في تورط بهذه العمليات التي تحصل بين حين وآخر، ولكن دون ذلك حتى الآن ليس من الواضح. لكن في حروب الشيشان بالتأكيد كانت هناك يعني يمكن إذا تدهور الوضع أن تستغل هذه البؤرة في أي وقت. سأعود إليك بعد الفاصل إذا سمحت، سأعود إليكم وإليكما تحديدا بعد الفاصل. شكرا جزيلا لكم جميعا وللمشاهدين أيضا لبقائكم معنا في هذه الحلقة التي تستكمل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نتابع في حوارنا مباشرة لأنه النقاش بعده مستمر حتى في خلال الفاصل. أعود إليك دكتور باسل، خلينا نحاول نقارن بين ما حصل والهجمات الأخرى التي حصلت في الفترة الماضية على الأقل كروكوس سيتي هول. في الواقع الهجوم الذي حدث في مسرح موسكو، هناك جهة تبنت بشكل واضح داعش خراسان، وأيضا بحسب ما أعلن من روسيا أن المنفذين كانوا مواطني إحدى جمهوريات آسيا الوسطى. وطبعا كان هناك اتهامات بأن يوجد بصمات أوكرانية وراء الحادثة، وأيضا طريقة هروب المنفذين أثارت شكوك حول خلفيتهم الجهادية، مع أنه في هجوم في باريس عام 2015 أيضا على مسرح أيضا هربوا ولم ينفذوا عملية انتحارية. هنا نحن نتحدث عن من نفذ الهجوم، مع أنه لا توجد حتى الآن أي أدلة على خلفيتهم ودوافعهم، لكن محليين جميعهم من أبناء طاجكستان بحسب يعني ما كان واضحا من المشاهد التي صحيح نقلت. وناقشنا كثيرا آنذاك يعني دور التاجيك بهذا الموضوع، ولماذا التاجيك، وكان أستاذ مسعود معنا أيضا في عدد من الحلقات. بهذه النقطة تحديدا تنظيم داعش خراسان يركز أكثر على استقطاب مواطني جمهوريات آسيا الوسطى سواء الطاجيك أو الأوزبك، ويبتعد عن البشتون الذين هم العمود الفقري لطالبان. ومع فقدانه الجغرافيا التي كان يسيطر عليها في عام 2017 و18 في سوريا والعراق، وفشل طالبان في القضاء على الملاذ الآمن الذي أمنه في أفغانستان، يعمل الآن على التوسع إقليميا، ومع قائده الجديد يعمل على ربما التميز بتنفيذ عمليات أكثر جرأة لاستقطاب مؤيدين متوقعين من تنظيمات منافسة. أيضا الملاحظ في المقارنة ربما بين العمليتين أن تنظيم داعش خراسان استهدف ربما بطريقة مختلفة عن أساليب سابقة. وأيضا هذه العملية كما قلت لابد من النظر إليها من زاويتين، تطرف محلي وتطرف دولي. بدون توفر أدلة أكثر
لا يمكن الجزم بحقيقة مفهوم خلفياتها. مفهوم. إذن هي مختلفة بالشكل والمضمون هذه العملية. والتنسيق والحجم مختلفة تماما. تعرف بأن الروس لا يهمهم الذي قام بالعملية، هو داعش أو شقيق أو جماعة شقيقة لداعش مثل ما وصفها داعش. الذي يهم من الذي قال بالهجوم، مواطنين روس أم أجانب. لو نعود إلى هجوم كروكوس سيتي هول، الهجوم كان نفذ بطريقة احترافية، بطريقة مدروسة، بأقل عدد من المنفذين. تم تحقيق أكبر قدر من الأذى ومن الصدى الإعلامي، محصلة مأساوية، محصلة مأساوية وتاريخية في روسيا. الكثير لا يتحدث عن تبعات هذا الهجوم. تبعات روسيا تغيرت وتحاول تغيير قوانين الهجرة بشكل جذري من يوم هجوم كروكوس سيتي هول. تعرف بأنه الآن فتح نقاش كبير وعميق في روسيا من أجل الحد من دخول أو من مرور العمالة القادمة من دول آسيا الوسطى. تعرف بأن روسيا فيها أكثر من 10 مليون مهاجر من دول الاتحاد السوفيتي السابق، وهم الآن يعملون في روسيا ويشكلون آلتها أو يد آلتها الصناعية في الحرب. تعرف بأن الكثير من الروس جندوا إلى الحرب. من يعوض أماكن الروس في المصانع العسكرية الجديدة؟ هم اليد العاملة القادمة من دول السوفيتية السابقة. الآن يتم تجديد قوانين الهجرة بشكل غير روسيا كانت بلد جد متسامح في قوانين الهجرة، خاصة مع فضائه السوفيتي. الآن إذا تم تطبيق هذه القوانين سيصبح بلد متشدد جدا في هذه النقطة. حتى أن روسيا الآن ذهبت إلى كوريا الشمالية. الآن الروس، المحللين الروس يقولوا بأن روسيا لا تريد شيء من كوريا الشمالية ما عدا يد العاملة الرخيصة الموجودة هناك. هي تريد يد عاملة لتحريك آلتها الصناعية، مش موضوع نووي وأوكرانيا وإلى ما هنالك. لا علاقة للأمر بذلك. حتى أنه لما وجدوا بأن بعض القذائف نوعيتها رديئة، قررت روسيا أنها تستورد قذائف نصف مصنعة، قذائف فارغة وهي تتم حشوها في روسيا، وهذا يربحها بعض الوقت. تعرف بأنه هذا التغيير، تم شهدنا تغيير كبير في قوانين الهجرة. في داغستان الأمر صحيح جاء في وقت صعب، جاء في لحظات غير بعيدة، يعني أيام قليلة فقط بعد هجوم كروكوس سيتي هول، لكن في روسيا لم يحقق هذا الصدى الإعلامي أو هذه التساؤلات، لأنه حدث في داغستان، داغستانيين هاجموا مقرات داغستانية وغالبية الذين قتلوا كأنه في دولة أخرى، وكأنه في دولة يعني. حقيقة هناك جدار ثقافي لازال موجودا، خاصة مع داغستان والشيشان الذين ما زالوا ثقافيا غير مندمجين مع الروس، والروس أيضا غير مندمجين معهم. وبوتين يبدو ما أعطاك الكثير من الحجم الكافي مثل هجمات أخرى من خلال التعليق أو على ما حصل. يعني اليوم طبعا الكرملين تحدث، باسكوف تحدث، ولكن يعني ولكن عموما ما يحمل الغرب مسؤولية التدخلات. لم يحمل الغرب بنفس الطريقة، ليس لديه الكثير من، لأنه هذا صحيح. أمر معتاد، أمر معتاد. عموما هو يحمل الغرب، ولكن لم يعلق بشكل الكافي على هذا الهجوم تحديدا مثل كروكوس سيتي هول وغيره. نقطة كوريا الشمالية اللي ذكرها زميلنا أستاذ عبد الجليل، تعتقد بأنها يعني بدون شك هي مهمة لجهة أنه حضرتك عم بتقول أنه هو يريد اليد العاملة الرخيصة فقط وليس أكثر من ذلك، ولكن هذا يغضب على الأقل بعض الأجهزة في الغرب، إن لم نقل الدول الغربية بشكل كافي، لأن روسيا يعني تزيد من حشر نفسها في المحور الآخر المضاد لما يريده الغرب، كان مع إيران، كان مع كوريا الشمالية، أو مع الصين في بعض الأحيان. نعم، أعتقد روسيا لا يهمها الآن في الظروف التي هي تواجهه في حرب أوكرانيا، لا يهمها الموقف الغربي أكثر من هذا. الغربيون فرضوا مختلف العقوبات على روسيا في كافة المجالات، ومارسوا ضغوط على كثير من الدول التي لم تنضم إلى هذه العقوبات بأن لا تزود روسيا بالحاجات التي تريدها. لذا أحد مثلا، هناك إيران زودت روسيا بالطائرات المسيرة بكثرة. هل روسيا لا تستطيع إنتاج الطائرات المسيرة؟ ولكن كما تفضل بأنه الإنتاج الرخيص في هذا الظرف واليد العاملة التي تصنع هذه الطائرات دون أن تنتقل على الأراضي الروسية، هذه الأمور تساعد روسيا بأن تستمر، لأن كثير من قواها العاملة الآن في 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 جبهات الحرب. نعم. ولكن رغم كل ذلك، أعتقد هذا الحادث كان بمثابة جرس إنذار ثالث ورابع لروسيا، بأن لا نستطيع القول بأن خلاص انتهت وروسيا لا يهمها. روسيا تواجه مشكلة في الداخل بدأت من 2007 عندما تم تشكيل إمارة قوقاز الإسلامية، وكانت على صلة بالقاعدة. ثم في 2017 نفس الإمارة بايعت داعش،
وهذه العملية مستمرة. قد تكون هذه المجموعات غير مرتبطة تنظيميا، غير مرتبطة تنظيميا بداعش ولا أي تنظيم متطرف خارج إطارها الجغرافي، إلا أنها مرتبطة عقائديا وفكريا وأسلوبا وطريقة العمل بهذه المجموعات، لذا تشكل خطر كامن قد يجعل روسيا في مواجهة عمليات مختلفة شبيهة لهذه العمليات. وهذا ما يدفع للتساؤل حول ما يجب على ويتعين على السلطات الروسية أن تأخذه من إجراءات الآن في الداخل وربما في العلاقة مع بعض الخارج لكي تمنع هجمات ممكنة مستقبلا في هذا الإطار. طبعا بحسب أرقام رسمية هناك قرابة 4500 روسي من ينحدرون من القوقاز قاتلوا في صفوف تنظيم داعش سواء في العراق أو سوريا. وأيضا عندما بايعت معظم التنظيمات المتطرفة سواء في القوقاز أو في آسيا الوسطى تنظيم داعش لإقامة دولته، دولة الخلافة أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، انتقل هدفهم أو عدوهم إلى إقامة تلك الدولة. لكن عندما تم القضاء عليه والعديد منهم انتقل أو جرى نقله، عاد الهدف أو العدو القديم الجديد وهي موسكو. الحكومات التي تدعمها موسكو، الحكومات المحلية سواء في آسيا الوسطى أو القوقاز. بالتأكيد هناك أسباب سياسية، أسباب اجتماعية، أسباب اقتصادية. على سبيل المثال معظم مواطني آسيا الوسطى الذين يلتحقون بداعش مثلا أو مثل هذه التنظيمات لوحظ أنه يجري تجنيدهم خارج بلدانهم، وعلى وجه الخصوص في روسيا عندما يواجهون ظروف عمل قاسية، يواجهون عنصرية، يسهل تجنيدهم. وأيضا تنظيم داعش خراسان على وجه الخصوص يعمل على استقطاب من خاب أملهم بتنظيم طالبان. وروسيا قبل فترة قالت أنه يمكن رفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا. وأذكر قبل 5 أعوام مبعوث الكرملين الخاص إلى أفغانستان زمير كابولوف قال عدونا وعدو طالبان واحد. التفسير ذلك أن روسيا تنظر لطالبان بأنها حركة محلية ليس لها أهداف إقامة دولة خلافة أو دولة عابرة، خاصة بعد ما حكمت وعادت للحكم بأفغانستان. اعذرني على المقاطعة، بس السؤال اللي سألتك يا رحيله له زميل عبد الجليل لأنك ذكرت نقاط أخرى مهمة فيما يتعلق بالإجراءات، ذكرت موضوع الهجرة بعد كروكوس سيتي هول إلى روسيا، كيف وما هي الإجراءات التي تعتقد بأنه الروس سيلجأون إليها الآن لحماية أراضيهم وجمهورياتهم حتى المستقلة منها؟ بالإطلاع على الجرائد الروسية التي صدرت اليوم في كروكوس سيتي هول الجميع كان يتحدث عن فشل أمني في التعامل مع الملف. اليوم يتحدثون عن أن التسامح في روسيا الذي ضرب في الصميم ولا يتعلق بأمر أمني، لأنه الجيش الروسي لن يذهب إلى جبال القوقاز ليحارب العشائر القوقازية التي ترفض التسوية التي تمت مع القبائل الأخرى التي تولت زمام الحكم في شيشان أو في داغستان. لكن كان هناك مقال جميل للصحفي العسكري سلادكوف تحدث على أنه في روسيا كيف كانت القوات الروسية أو النظام الروسي كيف كان يفشل هذه الهجمات ويقوم بحل هذه الخلايا الإرهابية. كان يعتمد على العمل السيبراني المتواصل، لأنه الجماعات التي كانت تتلقى أموال من الخارج عبر الحقائب في حرب الشيشان الأولى والثانية مثل ما قال، صارت الآن تتلقى التمويل عبر العملات الرقمية وأيضا التحويلات الرقمية. كان هناك خلايا كبيرة إلكترونية وسيبرانية في روسيا وحتى فيها بعض القراصنة أيضا من كانوا يعملون على تفكيك هذه العمليات. كانت روسيا تقوم بالتنصت وتبذل مجهود كبير على التنصت وفك الشفرات والاتصالات. اليوم هذه القدرات ذهبت إلى الحرب، هي الآن تركز على العمليات في أوكرانيا. لا يمكن لروسيا تخصيص كل هذه الأجهزة الأمنية التي تقوم بالعمل عن بعد وتقوم بعمل استباقي من أجل التركيز. مهم جدا، يعني نقطة التعقب الأمني السيبراني هذا اللي خف بسبب الحرب الأوكرانية. كلمة أخيرة. باعتقادي كما تفضل الآن روسيا انشغالها في أوكرانيا والغرب يريد هذا الانشغال لأنه بإمكانه أخذ امتيازات في مفاوضات مستقبلية. قد تقوم عمليات هنا وهناك في داخل روسيا يتم استغلالها استخباراتيا أمنيا من خلال
أعداء روسيا ومن هم في مواجهة حقيقية مع روسيا وينظرون إلى روسيا خطر حقيقي، وخاصة الدول الأوروبية. نعم. أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية قلقة من الحرب في أوكرانيا، لذا نعم. أي خلل في الجبهة الداخلية الروسية يعتبرونه نقطة في المواجهة معها. انتهى الوقت للأسف، شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا دكتور باسل حجاسم، أستاذ عبد الجليل مسعي، اسمح لي مرة على الهواء أقول لك أستاذ أستاذ مسعود الفك، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعة ساعة حوار، وقد خصصناها الليلة لهجمات داغستان بالأمس. أرجو أن تبقوا على مع شاشة العربية. إلى اللقاء.